السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة هاند ميد ويز لاف. النهاردة هنتعلم إزاي نعمل بلوزة لطفلة حديثة الولادة ولحد عمر سنة بطريقة سهلة وبسيطة وبدون خياطة. هي كلها جزء واحد بشتغلها مرة واحدة. هنتعلم دلوقتي إزاي نشتغلها بطريقة بسيطة. هحاول أشرحها سريعا. عندي الجزء اللي فوق أو الجزء ببدأ بيه بشتغل بيه الغرزة المقلوبة، وبعد كده هنزل اشتغل الجزء اللي تحت. عندي بقسم التزايد لاربع اجزاء زي ما انتم شايفين، 1 2 3 4، كل تزايد فيه 4 تزايدات. وبعد كده الجزء الكم هبتدي افصله، برضو هشتغل بيه الغرزة المقلوبة. وبعد كده عندي تحت غرزة انا سميتها غرزة الاهرامات زي ما انتم شايفين شكلها، والجزء اللي تحت خالص هشتغل بيه الغرزة المقلوبة. زي ما انتم شايفين ان هي بشتغلها جزء واحد بدون خياطة، سهلة جدا. احلى حاجة فيها ان هي من غير خياطة مرة واحدة بشتغل. دلوقتي هنشوف ايه الادوات اللي هنستخدمها. بستخدم حوالي شلة اللي حاجة بسيطة من خيط هيمالايا افري داي. الشلة دي بياناتها 100 جرام، 250 متر، والخيط ده ناعم جدا انا بحب استخدمه على طول. وهستخدم ابرة رقم 3، ابرة دائرية سلك طويل، لان بس مش هشتغل بشكل دائري، هشتغل بشكل عادي لان الابرة العادية مش هتاخد كل الغرز عليها، عشان كده بشتغل بالابرة الدائرية. وبحتاج 5 زراير متوسطة الحجم. دلوقتي تعالى عشان نشوف الطريقة هتكون ازاي. اول حاجة عندي سطر البداية بيتكون من 72 غرزة. اول 4 سطور هشتغلهم بالشكل ده، حصلت اول غرزة غرزة حفة، واشتغل باقي السطر بالغرزة المقلوبة، ما عدا اخر غرزة خالص هتكون غرزة عدلة عشان انا اشتغلت في الاول غرزة حفة. لما بشتغل غرزة حفة يعني بسلت غرزة من غير شغل، في اول الشغل لازم اخر السطر بيكون غرزة عدلة. اخر غرزة هشتغلها غرزة عدلة، منساش. انا كده وصلت لاخر غرزة زي ما قلتلكم، هشتغلها مظبوط غرزة عدلة، وهشتغل باقي ال4 سطور بنفس الطريقة وارجع لكم على طول. السطر الخامس هشتغل برضو بنفس الطريقة، سلت اول غرزة من غير شغل والباقي مقلوب، ما عدا اخر 7 غرز هبتدي ان انا ابدأ افتح اول عروة للزرار في اخر 7 غرز. هنشوف دلوقتي ازاي. هشتغل 3 غرز مقلوب، 1 2 3، وبعد كده هشتغل لفة على الإبرة، هطلعها لجوه زي ما انتم شايفين، هلفها تاني نركز في شكل اللفة. وبعد كده هشتغل غرزتين مقلوب مع بعض، دخل الإبرة في غرزتين واشتغلهم الاتنين غرزة مقلوبة مع بعض. وبعد كده هشتغل غرزة مقلوبة، وآخر غرزة معايا هشتغلها غرزة عدلة. زي ما انتم شايفين عروة الزرارة اهي. السطر السادس نفس الموضوع برضو، حصلت اول غرزة من غير شغل وباقي الغرز غرز مقلوبة، وآخر غرزة غرزة عدلة. والسطر السابع والثامن هشتغلهم برضو بنفس الطريقة، اني حصلت اول غرزة والباقي الغرز مقلوب واخر غرزة عدلة زي ما اشتغلنا، وهرجع لكم على طول. دلوقتي انا في اول الفيديو قلت التزايد عندي بيتكون من 4 اجزاء زي ما احنا شايفين،
التزايدات عندي 1 2 3 4، كل جزء فيه 4 تزايدات. أنا هشتغل معاكم في الفيديو التزايد الأول الجزء الأولاني، وهشرح بعد كده بالكتابة إزاي أنت تقدري تكملي الـ3 أجزاء الباقية. يلا دلوقتي على طول عشان نشوف الجزء ده هنشتغله إزاي. دلوقتي هنبدأ أول جزء للتزايد، السطر الأول. حصلت أول غرزة واشتغل 6 غرز مقلوبة. ده جزء الزرار أو عروة الزرار. بعد كده هشتغل الجزء ده، هشتغل 7 غرز عدلة. وده عدد بيكون ثابت معايا، هنشوف ازاي. بعد كده بشتغل تزايد، لفت خيط بالشكل ده واشتغل غرزة عدلة، وبعد كده لفت خيط، وبعد كده هشتغل جزء الكم 10 غرز عدلة. والـ10 غرز دول برضو عدد ثابت معايا، هتشوفوا ازاي بعد كده في السطور الجاي. وبعد كده هشتغل تزايد، لفة، غرزة عدلة، لفة، وبعد كده هشتغل جزء الظهر 20 غرزة عدلة. والـ20 ده برضو عدد ثابت معي. بعد كده هشتغل لفة، غرزة عدلة، ولفة، وبعد كده هشتغل جزء الكم 10 غرز عدلة، عدد ثابت معي. بعد كده بعد ما اشتغلت جزء الكم هشتغل تزايد، لفة، غرزة عدلة، ولفة، وهشتغل الجزء ده 7 غرز عدلة. بعد كده هشتغل جزء الزرار 6 غرز مقلوبة. وآخر غرزة هشتغلها غرزة عدلة. السطر التاني معايا مش بشتغل أي تزايدات، بسلت أول غرزة من غير شغل، غرزة حفة، وبشتغل باقي الغرز مقلوبة، وآخر غرزة بشتغلها غرزة عدلة. ودايما في الظهر هنكرر الخطوات دي.
دي الغرزة اللي انا زودتها في السطر اللي قبل كده، بشتغلها غرزة مقلوبة برضو. بكمل الاخر، اخر غرزة، غرزة عدل. انا وصلت لاخر غرزة دلوقتي، هشتغلها غرزة عدلة زي ما قلت. دلوقتي هبدأ في السطر التالت. حصلت اول غرزة من غير شغل، واشتغل 6 غرز مقلوبة. ده جزء الزرار ثابت معايا. بعد كده هشتغل 7 غرز عدلة، ده الرقم برضو اللي انا قلت هيكون ثابت معايا. هبتدي اشتغل، وصلت لجزء التزايد، هشتغل لفة وهشتغل 3 غرز عدلة. يبقى كده، واشتغل كمان لفة، يبقى كده الجزء ابتدى يزيد معايا اللي بين اللفات. بعد كده هشتغل 10 غرز عدلة، ده برضو انا قلت انه رقم ثابت معايا. يبقى عدد الغرز اللي بين اللفات او الزيادات هو اللي هيبتدي يزيد معي. اهو وصلت للتزايد، هشتغل لفة واشتغل 3 غرز عدلة، وهشتغل لفة وهشتغل 20 غرزة عدلة. برضو انا قلت ده عدد ثابت معي. بشتغلهم غرزة عدل. هشتغل لفة واشتغل 3 غرز عدلة، وهشتغل لفة واشتغل 10 غرز عدلة، ده عدد برضو انا قلت ثابت معايا. بعد كده هشتغل لفة واشتغل 3 غرز عدلة، واشتغل لفة واشتغل 7 غرز عدلة، ده عدد برضو ثابت معايا. انا وصلت لجزء الزرار، هشتغل 6 غرز مقلوبة. وآخر غرزة غرزة عدلة. دلوقتي السطر الرابع معايا، زي ما قلت هشتغل الظهر، حصلت أول غرزة وباقي الغرز مقلوبة وآخر غرزة غرزة عدلة. جاتلكم دلوقتي هنشتغل السطر الخامس، الزيادة اللي بعد كده. حصلت أول غرزة واشتغل 6 غرز مقلوب، بعد كده هشتغل 7 عدل،
وهشتغل لفة واشتغل 5 غرز عدل كده. عدد الغرز اللي بين اللفات هو اللي بيبدأ يزيد معايا، وهشتغل لفة واشتغل 10 غرز عدلة. بعد كده هشتغل لفة واشتغل 5 غرز عدلة. هشتغل لفة واشتغل 20 غرزة عدلة. هشتغل لفة واشتغل 5 غرز عدلة. لفة 10 غرز عدلة. لفة اشتغل 5 غرز عدلة. لفة واشتغل 7 غرز عدلة. بعد كده هشتغل 6 غرز مقلوبة. وآخر غرزة هشتغلها غرزة عدلة. في السطر السادس زي ما قلت حصلت أول غرزة وباقي الغرز مقلوبة، وآخر غرزة غرزة عدلة. أنا دلوقتي خلصت السطر السادس، هبدأ في السطر السابع. الزيادة اللي بعد كده حصلت أول غرزة واشتغل 6 غرز مقلوبة، بعد كده هشتغل 7 غرز عدلة، هشتغل لفة واشتغل 7 غرز عدلة. العدد برضو بدأ يزيد معي. واشتغل لفة واشتغل 10 غرز عدلة. هشتغل لفة واشتغل 7 غرز عدلة.
واشتغل لفة واشتغل 20 غرزة عدلة. وهشتغل لفة واشتغل 7 غرز عدلة. هشتغل لفة واشتغل 10 غرز عدلة. وهشتغل لفة واشتغل 7 غرز عدلة. وهشتغل لفة واشتغل 7 غرز عدلة. وهشتغل 6 غرز مقلوبة وآخر غرزة عدلة. وبعد كده السطر اللي بعد كده السطر الثامن زي ما قلنا بشتغل الظهر، بسلت أول غرزة وباقي الغرز مقلوبة وآخر غرزة غرزة عدلة زي ما انتم شايفين الظهر. هشتغل وارجع لكم على طول. دلوقتي احنا خلاص شفنا ازاي نشتغل الجزء الأول للتزايد، دلوقتي هنشوف باقي الأجزاء هنشتغلها ازاي. احنا في اول جزء زي ما انا قلت الجزء اللي هو عروة الزرار او جزء الزرار بيتكون من 7 غرز في الاول وفي الاخر. في الاول بسلت اول غرزة وبعد كده بشتغل 6 مقلوب، وفي الاخر بشتغل 6 مقلوب واخر غرزة غرزة عدلة. وبعد كده عندي قلت 3 ارقام بيكونوا ثابتين معايا، 7 على اليمين وعلى الشمال، و10 للكم اليمين و10 للكم الشمال، والظهر 20 غرزة. وبشتغل التزايد زي ما شفنا 1 3 5 7، يعني اول سطر تزايد لفه وبعد كده غرزه عدله لفه، ثالث سطر او ثالث سطر في الثمان سطور، والتاني جزء تزايد بشتغل لفه 3 غرزه عدله لفه، والسطر الخامس بشتغل لفه 5 غرز عدله لفه، والسطر السابع بشتغل لفه 7 غرز عدله لفه. وعندي الجزء اللي انا السطور اللي الخطوط اللي انا عاملاها دي اجزاء التزايدات. وقلنا ظهر الشغل بالنسبه اول غرزه وباقي الغرز مقلوبه واخر غرزه بتكون غرزه عدله. طيب الجزء الثاني للتزايد معايا هيكون عندي 7 غرز زي ما قلت هشتغلهم بنفس الطريقه، وعندي 11 غرزه على اليمين و11 غرزه على الشمال، وعندي 18 غرزة للكم اليمين و18 غرزة للكم الشمال، وعندي 28 غرزة للظهر. وبشتغل التزايدات زي ما اشتغلت في الجزء الاولاني بالظبط. عندي الجزء الثالث من التزايد عندي 7 غرز قلنا خلاص بنشتغلهم ازاي، وعندي 15 غرزة في اليمين و15 غرزة في الشمال، وعندي 26 غرزة للكم اليمين و26 غرزة للكم الشمال، وبشتغل وعندي الظهر 36 غرزة. وعندي التزايدات زي ما قلت بشتغل 1 3 5 7 بنفس الطريقة بالظبط اللي اشتغلت بيها في الأول. دلوقتي عندي الجزء الرابع من التزايد عندي 7 غرز زي ما انا قلت بتوع جزء الزرار بشتغلهم ازاي، وعندي 19 غرزة في اليمين و19 غرزة في الشمال، وعندي 34 غرزة للكم اليمين و34 غرزة للكم الشمال، والظهر عندي 44 غرزة. والتزايدات هشتغلها زي ما قلت 1 3 5 7
زي ما اشتغلنا برضو في اول جزء بالظبط نفس الطريقة. المهم ان دي الارقام اللي بتكون ثابتة معايا، والتزايدات بتكون عند الخطوط اللي انا يعني كاتباها في الرسم بتاعي. معلش خطي مش حلو قوي، بس انا يعني حبيت اوضح لكم الموضوع بدل ما الفيديو ممكن يطول معانا قوي ومش هتستفيدوا كويس. لازم بحب اكتب يعني الدنيا تكون واضحة اكتر. ومنساش طبعا ان انا عروة الزرار بشتغلها كل 25 سطر، كل 25 سطر بشتغل بفتح عروة زرار، وانا يكون عندي يعني الاجمالي كله في البلوزة 5 فتحات للزراير. انا هسيب قدامكم الورقة شوية بحيث ان انتوا تاخدوها سكرين شوت او تنقلوها عشان خاطر تعرفوا انتوا هتكملوا ازاي بعد كده. دلوقتي هنشوف اول سطر من الجزء التاني للتزايد، هشوف جزء منه هنشتغله ازاي. هنسلت اول غرزة وهنشتغل 6 غرز مقلوبة. وبعد كده هشتغل 11 غرزة عدلة. دلوقتي انا وصلت للتزايد، شايفين الصف ده، انا بدأت التزايد من هنا، وده هيكون اساس التزايد عندي في كل الاجزاء. بعد كده هشتغل لفة غرزة عدلة لفة، وهكمل غرز عدلة لحد ما اوصل لنفس الصف اللي كان التزايد بتاعي بيبدأ من عنده. شايفين الصف ده، شايفين الغرزة دي، هشتغل لفة غرزة عدلة لفة وهكمل بنفس الطريقة. دلوقتي رجعت لكم بعد ما خلصت جزء التزايد واشتغلت 5 سطور من الغرزة المقلوبة. منساش كل سطر أسلت أول غرزة وباقي الغرز مقلوبة وآخر غرزة غرزة عدلة. دلوقتي هبدأ أفصل الكمين. احنا دلوقتي على ظهر الشغل معايا 200 غرزة على الإبرة. تقسيمتهم هبدأ ان انا اشتغل اول 30 غرزة، حصلت اول غرزة واشتغل 29 غرزة مقلوبة. دلوقتي هقفل 43 غرزة للكم، هقفلهم بالطريقة دي كأني بشتغل غرزتين مقلوب مع بعض، وارجع اللفة اللي على الإبرة اليمين ارجعها على الإبرة الشمال. كده انا قفلت غرزة، كده بقفل التانية، كده بقفل التالتة، دي الرابعة. لحد ما اخلص واقفل 43 غرزة للكم. دلوقتي انا خلاص قفلت 43 غرزة للكم، هبدأ ان انا اشتغل الظهر 54 غرزة، حصلت اول غرزة و53 غرزة هشتغلهم مقلوبة.
يبقى جزء الظهر عندي 54 فرصة. خلاص انا كده قفلت الظهر، هبدأ ان انا اقفل الكم التاني، هقفل 43 غرزة برضو. خلاص كده قفلت الجم التاني، اخر 30 غرزة معايا. حصلت اول غرزة، غرزة حفة، واشتغل 28 غرزة مقلوبة. واخر غرزة، غرزة عدلة. انا كده خلاص خلصت، ومعايا على الابرة دلوقتي 114 غرزة. هبدأ ان انا اربط الاجزاء ببعضها، ومنساش هزود 6 غرز في كل جنب زي ما انتم شايفين، لحد ما يوصل عدد الغرز ل 126. اول حاجة هشتغل 30 غرزة، هشتغل غرزة حفة و29 غرزة مقلوبة. خلاص خلصت 30 غرزة، هبدأ ان انا ازود 6 غرز بالشكل ده، هلف الخيط بالشكل ده، اوريها لكم تاني، هلف الخيط بالشكل ده. ادي اول غرزة، تاني غرزة، تالت غرزة، رابع غرزة، خامس غرزة، واخر واحدة سادس غرزة، وهكمل 54 غرزة بتوع الظهر هشتغلهم مقلوب لحد ما اوصل للكم التاني او جزء الزيادات التاني. خلاص انا كده خلصت، هزود 6 غرز، 1 2 3 4 5 6، وهربطهم واكمل 30 غرزة الباقية. هشتغل غرز مقلوبة، واخر غرزة هتكون غرزة عدلة. دلوقتي انا خلاص عدد الغرز عندي بقى 126 غرزة. السطر الجاي هشتغل كله مقلوب، حصلت اول غرزة، واشتغل باقي الغرز مقلوبة، ومنساش اخر غرزة هتكون غرزة عدلة. دلوقتي انا كده خلاص خلصت الجزء اللي فوق ده كله ازاي تقدري تشتغليه. دلوقتي هشرح الجزء التاني، الجزء اللي تحت ده، غرزة الاهرامات، ازاي ان انت تقدري تشتغليها، وازاي نقفل البلوزة، بس هشرحها في جزء تاني هحطه لكم تحت في الديسكريبشن بوكس او صندوق الوصف، عشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم وتقدروا ان انتوا تنفذوه جزء جزء بطريقة بسيطة ان شاء الله. ارجع لكم ان شاء الله في الجزء التاني.